أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الظهران ويتصافح الآن هو وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. والطائفيين على الرغم من أن معظم هذه الكتل هي طائفية وفاسدة. إذن تتابعون معنا الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الظهران إلى مقر انعقاد القمة 29 للقمة العربية. كان في استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز، تجاذب أطراف الحديث، والآن ولي العهد السعودي أيضا يصافح الرئيس السيسي. الصورة بألف كلمة مشاهدينا الكرام، تشاهدون هذه الحفاوة في الاستقبال، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية أيضا. ربما تابعتم معنا في الصورة المباشرة التي جاءت منذ دقائق الملك ومن بعده ولي العهد أيضا وأمين عام الجامعة العربية.